بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. عباد الله، علمنا ديننا العظيم أن الآخرة هي دار النعيم المقيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن دنيانا هذه ليست لحي وطنا، دار هموم وأحزان، حلوتها مرة الآخرة، ومرتها حلوة الآخرة، ولا تدوم لعبد على حال، لا ينتظر صحيحها إلا السقم، ولا غنيها إلا العدم، وأهلها معها في عناء وألم. صدق ابن القيم لما قال: تطارد الدنيا هاربها، وطالب الدنيا يطاردها، فإن هي أدركت هاربها قتلته، وإن أدركها طالبها أهلكته. لا تدوم لعبد على حال، ويكفيها أنها موضع للفتن والبلايا والذنوب. صدق أبو الحسن التهامي لما وصف نكد الدنيا في مرثيته ولدا، فقال: طبعت هذه الدنيا على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير آل. ذكر الشافعي رحمه الله يوما تقلب الدنيا بأهلها، فقال: الدهر دهران، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر، أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. إخواني، وأجل من هذا وأكمل وأحسن قول ربنا جل وعلا: علمه أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السعيد من سلم منها، والله لو عاش العبد في أقصى المعمورة وفي أطراف الدنيا، أو كان وحده على جسم في عرض البحر، لألصق فيه من أمر الدنيا ما يسوءه ويجرب به. والسعيد الموفق من سلم من شرها، ليس في الدنيا شيء يستأهل أن تصرف فيه عن محبة الله، أو عن تحقيق العبودية التي ما خلقت إلا لأجلها. والله لو لم يكن في الدنيا إلا الموت لملأها على أهلها نكدا وظلما، ونقص فيها معايشها. يا أيها الناس، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أتعلمون أحدا متع في الحياة بخلود لا يموت؟ لقد طعن الله الدنيا بالموت، فلم يترك فيها لذي لب فرحا. أنعم الناس عيشا، وأحسنهم عافية، وأبأسهم شدة، وأعتهم جبروتا سيموت. الأغنياء والجبابرة مآلهم الرجولة والكهولة والشيخوخة والهرم، وضعف وقل من أمر الدنيا، وأمراض ويزولون بعد ذلك. لا بقاء لأهلها، إن كان مات سيد البشر فهل يجعل الله لأحد من بعده الخلد؟
مات محمد صفوة الناس صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله له وهو حي يرزق بين ظهراني أصحابه، قال له الله: إنك ميت وإنهم ميتون. يقال هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت، فما بقي من نعمة الدنيا. قال قتادة بن دعامة: نعى الله نفس نبيه إليه في هذه الآية. ويروي الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت أن رجلا رأى جماعة يحملون ميت الجنازة، فقال: من الميت؟ من الميت؟ قال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أنت وأنا ومن حضر وتلا قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. ويروي ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمر بن عبد العزيز عزى أخا له في ولد مات، كتب له من عمر بن عبد العزيز: الميت إلى فلان الميت، أعزيك بولدك الميت لا يدوم فيها أحد، كل نفس ستذوق طعم الوفاء. أمير السماء بالموت وعظ نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعم الواعظ الموت. فيروي الحاكم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. سبحان الله، يا محمد، يقول له جبريل: يا محمد، مهما طالت بك الحياة وامتدت بك السنون وتوالت الأيام، ستذوق طعم الموت وتعرف معنى الوفاة وترجع إلى الله. إن الموت شيء كتبه الله على عباده، للموت تلد الوالدة، فتهيأ للرحيل وكن كعبد صيح به فانتبه. إن كان هذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لمن جاء بعده؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ذكر الموت يبكي ويقول: لا يسلم من طعمه أحد، وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. محمد مات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: والله ما أحب أن أرى الموت نزل بأحد بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوعك وعك رجلين منا، كان يوعك وعك رجلين، فأقول: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قل: يا عائشة، أنا أوعك وعك رجلين. ويضع يده في الماء البارد ويجريه على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لأخذات، غصص، وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا ذاقه نبينا صلى الله عليه وسلم، لن يسلم من طعم الموت أحد، فماذا بقي من متع الدنيا إذن مهما امتدت الحياة؟ وكان عمر إذا ذكر الموت وقال ذاق طعمه محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل قول ورقة: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن تجري بينها البرود. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، حوض الموت، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. هذا في الملوك والجبابرة، ومن مس نعيم الدنيا نغص الله عليهم الحياة بالموت. صدق ورقة. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل موت لا مرد له.
حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. إخواني السعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن كان لا ينجو من نكد الموت أحد فالسعيد من عمل لما بعد الموت ولم يتمنى على الله الأماني. يقف نبينا صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: اعملوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لربكم نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. والله يا إخواننا النار أقرب لأحدنا من شراك نعله والجنة مثل ذلك. ألم يقل لنا ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وشيكا ما يموت العبد. علمنا أصحاب رسول الله: يا من بدنياه اشتغل وغره فيها طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فالسعيد من عمل لما بعد الموت وتهيأ للقاء ربه. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا في الجنة يتقلب في نعمائها بشوكة أماطها من طريق المسلمين. إذن ما كنت تتنفس في الحياة فأنت في حجة من الله قائمة عليك، فلا تستحقر من المعروف شيئا، اعمل ما استطعت الخير. والله إن الوجه الطلق في وجه الناس صدقة تنفعك بعد الموت. وحدثنا الصادق المصدوق أنه مر على قبر فإذا صاحب القبر يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: لركعتين مما يحقر أحدكم أحب إلي من الدنيا وما فيها. أغلى أماني المقبورين أن يصلي أحدهم ركعتين. وأنت تقدر، أنت في الدنيا قبل حلول الموت تستطيع، لا عذر لك في فقر ولا عذر لك في مرض ولا عذر لك في ضعف. يا من كان به عادة سوء فاسدة أو شهوة أضرت به أو خلق فاسد يؤذيه تستطيع تركه. أنت في الحياة تستطيع أن تفعل، قدم لما بعد الموت فإنه لن ينجو أحد، لا كبير ولا صغير. وأختم خطبتي الأولى بقصة قرأتها في كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، يرويها بإسناده، وكذلك رواها الحافظ ابن الجوزي في كتاب له اسمه الثبات عند الممات. رووها عن كعب بن الأحبار وهو يحدث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بموت ذي القرنين، ورواها إسحاق بن بشر أيضا في كتاب له عن عبد الله بن زيد. كلهم قال إن ذا القرنين، ولا يخفى عليكم ذو القرنين ملك من ملوك الدنيا، طوف الدنيا، قيل ملك المشرق والمغرب، وهو من أكرم الملوك ملكا وحالا. طوف الدنيا ورجع من المشارق والمغارب لما كان في أرض باب المغرب، واشتد به المرض حتى سقط عن دابته وحمل إلى داره فظن أنه الموت، فكتب إلى أمه يعزي أمه بنفسه. قال الكاتب: اكتب لأمي: يا أم، هل وجدت يوما قرارا دائما أو خيالا باقيا؟ يا أم، هل تعلمين معيرا لا يسترد العارية؟ يا أم، إذا بلغك كتابي هذا فاجمعي من قدرت عليه من النساء على طعام، فإذا هممنا بالأكل قولي لهن: من ثكلت فلا تطعم، من مات لها عزيز من ولد أو غيره فلا تطعم. ففعلت، وما دار بخلدها أنه يعزيها بنفسه. فلما اجتمعت النسوة قالت لهن: من ثكلت فلا تطعم، فرفعت النسوة أيديهن. قالت: سبحان الله، أو كلكن ثكلة؟ فقلنا لها: ما منا إلا ثكلت ولدا أو زوجا أو والدا أو أخا. فعلمت ما أراد وقالت: لقد عزاني ولدي فأحسن تعزيتي، إنه يقول لها: يا أمي، إذا مت فقد مات للأمهات أولاد وإخوان وآباء وأزواج، فلست أول من يصاب، فاحتسبي أمرك عند الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة،
فقال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. سبحان الله، صحيح البدن فقير المال، هذه أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح. لما؟ أتم الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء لقوتك وتخشى الفقر لشحيح لقلة مالك، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان. معنى الحديث خير الصدقة وأحبها إلى الله حين يتصدق بها صاحبها وهو قادر صحيح، لا يزال يطمع ويأمل في الدنيا، عنده أمل أن يعيش، ومع ذلك يزهد فيها ويتصدق، وليس حاله حال من يأس من الحياة ونزل به الموت. الإنسان إذا نزل به الموت يأس من الحياة، يبدأ بالتصدق لأن الحياة تصير بلا قيمة عنده. فهو النبي عليه السلام يعلمنا خير الصدقة وأنت صحيح تأمل البقاء. الله يريد منك وأنت قادر على الحياة أن تقول يا رب لا أريدها، أريد الآخرة، أريد البقاء عندك، إنها الدار الدائمة وهذه الدار ليست لحي وطنا. لهذا لما قيل لميمون بن مهران إن رجلا لما حضرته الوفاة تصدق بكل ماله قال إنهم يعصون الله في مالهم مرتين، في الحياة بخلوا به وعند حضور الوفاة أسرفوا فيه، لما أوشك أن يكون المال للورثة أسرفوا فيه فعصوا ربهم مرتين. قيل لعبد الله بن عمر كما روى ابن أبي الدنيا وغيره فلان مات وترك 10,000، فقال كلمة حكيمة، قال ولكنها ما تركته الميت إنما يستريح إذا قدم لما بعده، وما أدري أحد منا متى يموت. أسند الحافظ ابن الجوزي في كتاب له اسمه التبصرة عن يزيد بن ميسرة، وأسند هذه القصة ابن أبي الدنيا القرش أيضا في كتاب ذكر الموت عن يزيد، عن أبي يزيد الرقاشي، قال طرق ملك الموت باب ملك من الملوك، وكان ملك الموت فيما مضى يأتي الناس عيانا بصورة بشر، وهذا القدر ثابت في صحيح الإمام البخاري. فطرق ملك الموت باب ملك من الملوك في جنده، فلما علم الملك أنه ملك الموت انكسر وسقط على الأرض واستخذاع واستذل وقال أمهلني، فقال ملك الموت كلا والله لا أخرج من ذلك إلا وروحك. قال أمهلني حتى أنظر لأرض نظرة، قال كلا والله لا أمهلك. قال أنظرني حتى أضم ابنتي ضمة، قال كلا والله لن تراها ولن تراك. قال إذن أمهلني حتى أتوب، حتى أحدث عهدا بتوبة، قال هيهات. فاتت المهلة وقبضه في ساعة. حقا إن الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا كان كذلك فالموفق من زهد في الحياة وعمل لما بعد الموت. وأخيرا يقف نبينا صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد فيقول للناس من أكيس الناس، من أعقل الناس وأوفقهم؟ قالوا أكرمهم. قال ليس لكم، أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزهدنا حقا في الحياة وأن يطمعنا حقا فيما عنده من النجاة. اللهم إنا نسألك وأنت أكرم مسؤول
أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.